كبد المشهورة بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة. اعشجيني اجبليني ده النبي يجيب لي الهدية، لما اشوفك يبقى عيدي ضحكتك ليا العيدية. بروزيني ارسميني اكتبيني ما بين قوسين، خلي قلبي نادي قلبك لما يبعد انت فين. اتولد حبي وحبك بين ستارة ومشربية، كان ساعتها القلب صاحي كنا ساعة المغربية. ردي يا زنت الصبايا ردي مرة وحس بيا، اتولد حبي وحبك بين ستارة ومشربية، ده انت بسمة عمري كله انت كل الحب ليا. الحقيقة دي قصيدة من ديوان ليا صدر سنة 2002 كان اسمه حلم الغلابة العيش. ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل ونواصل. معايا يمكن على التليفون دلوقتي احد المرضى الحقيقه اللي كانت مشكلته الكبيره انه الانزيمات عاليه عنده، وساعات كتيره جدا يؤرق المريض الحقيقه، الانزيمات تعلى ويلف على كل الدكاتره علشان الانزيمات تهبط، لان الانزيمات مهمه جدا. بعد ما هاخد المكالمه دي من الاستاذ مساعد وهعرض لكم التحاليل وصلنا معاه لحد ايه ويحكي هو القصه، هتعرفوا انه تنزيل الانزيمات لمريض الكبد مهمه جدا، انا في رايي اهم حتى من ان الفيروس ينزل. لانه هقول لكم ليه، بس نسمع الاستاذ مساعد ما نسيبوش على التليفون، هو من سنهور القبليه سنورس الفيوم. حاج مساعد السلام عليكم. سلام ورحمه الله، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حاج مساعد؟ ملك انا عرفتك منذ كان لقاك، حلو الشمائل وعاش من رباك. الله يكرمك. نبع الحنان يفيض منك تلطفا، ساظل دوما اشتهي لقياك، ولسوف اذكر منك كل موده، ولسوف ادعو الله ان يرعاك. لا ده انت غلبتني في السعر كده. والله يا دكتور، والله يا دكتور، الله انت انت رفعت الروح المعنويه لاسره كامله. ربنا يخليك. سنتين ربنا يخليك يا رب. انا ما اعرفش والله، انا ما اعرفش ان انت بتكتب شعر جميل كده والله. يا انت يا باشا في اقرب لقاء هنتعامل بالشعر في العلاج. ربنا ربنا يخليك. انا بقى لي سنتين يا دكتور بلف على الدكاتره عشان انزل الوظائف بتاع الكبد، كانت دايما بتبقى 168. يوم ما بتنزل قوي بعد العلاج بتبقى 70 72. الحقيقه انا كنت عند حضرتك في خلال 12 يوم. كون ان هي تنزل ل 29 فانا بصراحه لغايه دلوقتي مش مصدقها. بس هو كان لدرجه ان انا نزلت من عند حضرتك عملت تحليل تاني. قلت لي انت برضه عشان اتاكد 29. انا مش مصدق نفسي. لا الحمد لله. احنا بدأنا معاك ب 169 عشان انا كاتب النتائج. 169 ونزلنا 47. ايوه. وبعدها نزلنا بقى الرقم الاخير اللي هو قدامي دلوقتي اللي هو 29 واللي احنا هنعرضه على الشاشه للناس. ايوه ماشي. وعلى معرض ال التحليل للناس عايزك انت تقول لي برضه عشان الناس تتعلم منك، لانه الغرض من اتصالنا بيك ان الناس تعرف انت عملت ايه عشان الانزيمات تنزل. سيبك من دوري انا، ربنا هو الشافي وما انا الا سبب، لكن العيان كمان عمل ايه ازاي؟ يعني بعد عن التوتر، بعد عن المجهود، ما لخبطش في الاكل، التزم بالنظام الغذائي. طبعا هو حضرتك انا الحقيقه اول حاجه كانت تشجيعك ليا. ربنا يخليك. انا بس عايز اركز على كلمه 29 29. طبعا الحاج مساعد 0100 518 32 49، ده موبايله قدامكم، ويا ريت زميلنا المصور الجميل يقرب كلمه 29 الصف الاول فوق يا ريت. حضراتكم شايفين ايه اللي تي اس جي بي تي 29 والطبيعي تقريبا 45 او اقل من 45. الحقيقه يمكن على جنب الورقه مكتوب بالعربي 169 ثم 47 ثم سهم لتحت لو حضراتكم شايفينه 169. ده اول انزيمات كانت عنده، لف كتير جدا على الدكاتره، بعدها نزل ل 47 في فتره صغيره جدا، وبعدها وصل للرقم اللي انا بقول اهو اللي هو 29. حاج مساعد الفيوم من سنهور القبليه سنورس الفيوم. معايا حاج مساعد؟ ايوه يا باشا مع حضرتك. طيب قول لي بسرعه كده للناس الساده المشاهدين اللي انزيماته عاليه يعمل ايه؟ انت عملت ايه؟ انا اول حاجه التشجيع بتاع سيادتك ان انا عندي 62 سنه وبتقول لي انت شباب وهترجع شباب، ادتني دفعه للحياه من جديد. تمام تمام. ودي مهمه من الطبيب يعني عشان تبقى عارف حضرتك. نعم.
الحاجه الثانيه حضرتك، انا التزمت بالاكل اللي انت ادتني الورقه بتاعته زي ما قالت الورقه بالظبط. تمام. يعني التزمت بقى التزام كامل. الحاجه الثالثه ان انا المجهود ابتديت اريح نفسي. الحاجه اللي بعد كده التزمت بالعلاج بتاع سيادتك بالظبط، لدرجه اني لا اخفى عليك ان ليا قرايب دكاتره لما شافوا الروجيت يعني قالوا ده هينزل الانزيمات، بقى فيه كده استياء شويه يعني. حتى بال حضرتك النهارده انا بوريهم النتيجه بتاع التحليل، هم الدكاتره نفسهم بيقول ان زادت تنزل 29، وده بفضل من ربنا اولا، وربنا يبارك فيك. الله يكرمك، متشكرين جدا. ويثبت خطاك يا دكتور. يا رب دايما في صحه وعافيه يا عم مساعد. وانا الحقيقه فوجئت ان انت بتكتب شعر النهارده، وشعر جميل كمان، انا بشكرك عليه. اعزائي المشاهدين، ليه بقى بقول الانزيمات مهمه؟ الحقيقه عم مساعد جاي والانزيمات 169، واي حد انزيماته عاليه لازم يتخض ولازم يخاف وما يسكتش لحد الانزيمات ما تنزل. وعلى فكره الانزيمات العاليه هي اللي بتدخل اي مريض كبد في السكه اللي احنا عارفينها. يعني ايه؟ اول حاجه يعملوا له انزيمات كبد، لقوها عاليه خلاص يبقى في مشكله، يقولوا له على فكره عندك مشكله في الكبد، روح بقى اعمل الفيروسات واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ويحاولوا ينزلوا له الانزيمات. عشان كده احنا بنقول اي واحد عايز يطمن على كبده كل 3 شهور يدخل اي معمل قريب يقول له اعمل لي الانزيمات. انزيمات هم 2، حاجه اسمها سجوت وسجبت، او اي ال تي واي اس تي. اي ال تي واي اس تي، اي ال تي واي اس تي، او انزيمين الكبد المعروفين هيعملهم لك. لو طلعوا طبيعي يبقى كبدك زي الفل، طلعوا وحشين تدور على السبب. ايه معنى بقى 169؟ 169 لو لاحظتوا حضراتكم عرضت نتيجه دلوقتي وقلت ايه؟ عم مساعد الانزيمات بتاعتي 29 والطبيعي اقل من 45. معناها انه هيموت منه 29 خليه كبديه في اليوم، يطلع مكانها 29، يبقى ما خسرش حاجه. طب لما كان 169 كان يموت منه 169 خليه من الكبد في اليوم، يطلع مكانهم 45. طب والباقي راح خلاص من نسيج الكبد. عشان كده الانزيمات الكبد العاليه مهمه، وهي العلامه الاولى واللمبه الحمراء الاولى وعلامه النظر والانذار وجرس الانذار الخطير اللي يقول كبدك كويس او كبدك فيه مشكله. لقيت الانزيمات كويسه خلاص ما تدورش، استنى بقى 3 شهور ولا 6 شهور واعملها تاني، وهكذا للطمانينه على نفسك. وقفلت باب الكبد اللي هو عضو مهم، اهم اعضاء الجسم، وزنه من كيلو ونص ل 2 كيلو، بيعمل 500 وظيفه، هو اهم حاجه في الجسم. صبع لو سليم يقوم بنفس الوظائف، لو قطعنا 8 اصبع الكبد ورميناها في الشارع الصبع التاني ينمو 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 ويكمل كبد، طالما ان مفيش سبب اخر. طيب هقول لكم النهارده على خلطه مهمه، حضروا الورقه والقلم. خلطة تستاهل بقكم، خلطة تعودوا عليها في بيوتكم، خلطة هتخليكم تستغنوا عن الكثير من الأدوية باختصار شديد جدا. بس لاحظوا الآتي، أنا غير كل بتوع الأعشاب التانيين، هتلاقي صيدلي وشغال دكتور وعامل نفسه بتاع أعشاب، وهتلاقي فلان وفلان إله خالص. أنا من الناس التي تؤمن إن الأعشاب مهمة جنبا إلى جنب مع الدواء. أوعى يا عيان السكر أقول لك وصفة سكر ترمي الأنسولين. اوعى يا عيان السكر اقول لك وصفه سكر ترمي اقراص السكر، لا، الحاجات دي كلها تساعد ان الدنيا تتظبط تماما، انما ما تسيبش علاجك. علاج السكر وعلاج الضغط وعلاج القلب ما يتسابوش. اوعى حد يكون بياخد ضغط يسيب العلاج غير بامر الدكتور، او علاج السكر او علاج الغده، هنتكلم بعد كده عن الموضوع ده. علشان كده ارجوكم خدوا النصايح دي. يلا نقول الخلطه الحلوه بسرعه، اعملوها في كل بيت من بيوتكم. نمره 1، معلقه زنجبيل، معلقة زنجبيل. 2، نص معلقة بذور شمر. نمرة 1، معلقة زنجبيل. 2، نص معلقة بذور شمر. 3، نص معلقة نعناع، ولكن نص معلقة النعناع هنحطها على جنب ونضيفها في آخر 10 دقايق. هنجيب 250 ملي مية ونحط عليهم معلقة زنجبيل، ونحط عليهم نص معلقة بذور شمر، ونغليهم لمدة 5 دقايق، وبعد الخمس دقايق نضيف عليهم النعناع اللي قلنا ان هو نص معلقه، ونسيبه 10 دقايق، ونقلب ونصفي ونحلي ونشرب. هذه التركيبه هائله جدا للهضم، ما في دواء مهضم احسن من دي، ما في حاجه في اللي عنده سوء هضم، اللي عنده غازات، اللي عنده انتفاخات، اللي عنده مشكله في الهضم، اللي بيبص لمؤاخذه في التواليت يلاقي الاكل زي ما هو، بذره البطيخ زي ما هي، البسله زي ما هي، الاكل زي ما هو، هو اللي عنده سوء هضم زي ما قلت قبل كده، اللي عنده كل المشاكل دي، هذه الخلطه قادره على انها تظبطها بالظبط. هقول الخلطه ثاني لكن بطريقه اسرع علشان اللي ما كتبش يكتب. معلقه زنجبيل، نص معلقه بذور شمر، نص معلقه نعناع،
يؤخر نص معلقه النعناع اللي تضاف في اخر 10 دقائق من الطبخه. تاني 250 مللي ميه عليها معلقه زنجبيل عليها نص معلقه بذور شمر تتغلي لمده 5 دقائق تنزل من على النار تتقلب يتحط عليها النعناع. النعناع يتساب 10 دقائق يتقلب مره تاني يتصفى ويتحلى ويتشرب. معلومه مهمه، اذا انت بتاكل مش لازم تشرب ميه في وسط الاكل. يا حبذا لو كوبايه نعناع تخيل حضرتك هي اللي بتشرب بيها مكان الميه انت ظبطت الدنيا كلها. طب معلقه كوبايه زنجبيل ظبطت الدنيا كلها. يبقى بدل ما تشرب ميه في وسط الاكل اشرب نعناع في وسط الاكل، اشرب زنجبيل في وسط الاكل، تبقى ضربت عصفورين بحجر. طيب معايا الاستاذ خالد محمد شحاته على التليفون النهارده. والحقيقه الاستاذ خالد محمد شحاته برضو الفيروس عنده نزل بطريقه جميله جدا، وهو من 18 شارع المنصوره الزاويه الحمراء، من 358 الف الفيروس نزل 180 الف في فتره صغيره جدا. استاذ خالد محمد شحاته السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ حضرتك يا دكتور. الحمد لله يا حبيبي. ازاي حضرتك؟ صحتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام بخير الحمد لله. لله. طمني عليك قبل ما نعرض التحليل بتاع حضرتك، انت عامل ايه؟ كويس احسن؟ الحمد لله احسن والله الحمد لله، بنشكر ربنا وبنشكر حضرتك كتير والله. الفضل لله وحده. وقول لي الفيروس كان عندك 358 الف وبعد فتره صغيره نزل 180 الف واحنا ورا. نزل 180 الحمد لله. الحمد لله ده بفضل الله وبفضل حضرتك. الفضل لله وحده. احنا بنعرض تحليلك حالا دلوقتي، بس قول لي التزمت بالنظام الغذائي؟ التزمنا بالاكل، يعني احكي لي مشيت ازاي عشان ربنا يكرمك والفيروسات تنزل لحد ما تختفي ونستضيفك هنا مع الناس اللي بنستضيفها. الحمد لله يا رب يا رب كده ان شاء الله نطلع مع حضرتك بامر الله وربنا يشفي كل مريض. التزمت بالعلاج الحمد لله وبالغذاء، اهم حاجه الغذاء على فكره. نعم الغذاء اهم حاجه والله الحمد لله. يعني الحاله النفسيه كويسه دلوقتي وحاسس بثقه كده وحاسس ان انت كويس؟ حاسس براحه نفسيه والله الحمد لله. كنت حاسس الاول يعني تعبان كده نفسيا ومش قادر وجسم مخمول وكسل وبنام كتير، دلوقتي الحمد لله في نشاط وما بنامش زي الاول الحمد لله احسن بكتير الحمد لله. الاستاذ خالد تليفونه 0000 90 22 75، 0000 90 22 75، 18 شارع المنصوره من الزاويه الحمراء. وان شاء الله باذن الله يا رب دايما صحه وعافيه، وبعد قليل يعني قريبا تكون ضيفنا في الحلقه بعد ما نوصل لنيجاتيف ان شاء الله زي زمايلك اللي وصلوا الحمد لله الى حاله سلبيه. الحمد لله يا رب يجعلك في الخير دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. وانا بشكرك جدا على مشاركتك وبتمنى لك صحه وعافيه يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب احنا هنقول وصفة تانية بسرعة الحقيقة بعد ما قلنا وصفة بذور الشمر والزنجبيل والنعناع. الحقيقة بعض الناس بيبقى عندها نمش سواء مع كبر السن سواء مع الحمل، سواء تبص في رجلها تلاقي نمش، تبص في وشها تلاقي نمش، بيسموه كلف الحمل لما يبقى في الحمل لكن هو اسمه نمش، او نقط بقع سوداء او بنية بقع بنية في الوش. الحقيقة احنا بنقول انه الاناناس الطازج، الاناناس الطازج الحقيقة بيحتوي على مادة اسمها البروميلين. البروميلين دي هي المادة الفعالة في الأناناس المتعلقة بإزالة النمش. يبقى تاني نجيب ثمرة أناناس أقطعها طازجة وأحطها على أماكن النمش ربع ساعة إلى نص ساعة وأكرر الحكاية لمدة أسبوع. بعد أسبوع هيشيل النمش تماما. نفس الحكاية أعملها مع عصير الليمون على هيئة قطرات، لكن الحقيقة عصير الليمون ياخد شهر. كل يوم يتحط ياخد شهر علشان يشيل هذه الحبوب او هذه البقع البنية. يبقى لو حضرتك جبت الاناناس وفي مادة البروميلين المادة الفعالة في الاناناس الطازج وحطيتها على النمش ده، سواء نمش الكلف الحمل بيسموه عند السيدات الحوامل، او مع كبر السن بيدي البقع البنية دي، او بعض الناس بيجي في رجلها، على فكرة مرضى الكبد بيحصل لهم كده عندنا، كل اللي يصابوا بفيروس سي بيجي لهم مشكلة، مش كلهم يعني لكن نسبة كبيرة منهم نمش في الرجل، سواد في الرجل، سواد في الايدين، ولكنه اشهر واكثر في الرجل، ولما يروح الفيروس ده يروح على طول، لكن نقدر نخفف ده بده، او ساعات بكتب لهم على حاجة اسمها بيتا ديرب بحطه على المكان ده بيخففه خالص. لكن خلينا في الفواكه والخضروات البسيطة اللي ملهاش أثار جانبية. أنا قلت إما إن احنا نجيب عصير الليمون ونحطه كل يوم 10 دقايق لمدة شهر، أو إن احنا نجيب الأناناس الطازج اللي فيه مادة البروميلين المادة الفعالة وحطها لمدة أسبوع من 10 إلى تلت ساعة مثلا، متوسط ربع ساعة، ده بيؤدي إلى إزالة هذا. أعزائي المشاهدين، كلنا بنحب مصر وبدمانا بنفدي مصر، في الخطر نرفع ايدينا نقول يا رب اديها
مصر. اسأل التاريخ يقول ان امه تبقى مصر، لو ما كانش دم مصري كنت انزف اسم مصر، لو ما كانش دم مصري كنت انزف اسم مصر. اصلا انا راجل صعيدي بصنع التاريخ بايدي، حب مصر بيملى قلبي، حبها بيجري في وريدي، عمري ما وطيت لامريكي ويهودي، حضرب انا ارضي في جي في 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 تشكى لاجل يحصدها وليدي. قولي يا دنيا وعيدي، اشربي من نيل تجلنا، شم في ريح الجدودي، اصلا انا راجل صعيدي، قلب الصعيد ابيض ما تلونوش بالدم، الورد لونه جميل ما تشيلوش الهم، هو الصعيدي كده يفدي اخوه بالدم، محلاها في لغوته كلمه يا ولد العم. الحقيقه دي قصيده برضو انا كتبتها سنه 2003 في ديوان اسمه وكان المداد دمي. اعزائي المشاهدين استميحكم عذرا في فاصل، وبعده نواصل فقرات هذه الحلقه من بيت الصحه، فانتظرونا. بيت الصحه، بيت الصحه، بيت الصحة، بيت الصحة، بيت الصحة فيه المشورة مع دكتور حسين الشورى، يشرح ويشخص ويعالج أمراض الكبد المشهورة. بيت الصحة، بيت الصحة، بيت الصحة. النهارده معايا الاستاذ محمود الشحات، محمود الشحات. النهارده معايا الاستاذ محمود الشحات، محمود الشحات مبروك من البحيره الدلنجات عزب الطاهر مرزوق ابو صماده. انا بحرص ان انا اقول العنوان كامل علشان لو حد عارف اكيد هيبقى عارفهم او يسال يلاقي فعلا الشخص ده خف من فيروس سي. كمان انا جايب معمل البرج، وده معمل من المعامل المحترمه الكبيره في مصر، هو حلل في معمل البرج وهنبين على الشاشه التحليل اللي عمله محمود الشحات مبروك اللي بنبارك له النهارده، واصبح التحليل بتاعه سلبي خالص. فانا عايز الاول ارحب بالشيخ محمود الشحات مبروك، ويحكي لي القصه من اول ما عرف ازاي انه عنده فيروس سي، الاعراض اللي كانت عنده ايه، ايه الاحساس لما عرف ان عنده فيروس سي، القصه كلها. انا مستمع فقط النهارده، اتفضل يا استاذ محمود. جزاك الله خير يا دكتور. انا اولا بشكر حضرتك على المقدمه الجميله، وبعد الحمد لله والثناء عليه سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أنا كنت كل 8 شهور أو 9 شهور عامة بعمل تحليل، تحليلات شاملة يعني بالهريسي أو فيروس يعني، عشان بعد العملية كنت أنا عامل عملية ارتكاب المريء يعني. فكنت الدكتور بيقول لي أنت مصاب بفيروس سي. فصراحة أنا سمعت الخبر يعني كالصاعقة يعني، ما فقدت أعصابي وقلت يعني لسه خارج من عملية وبتاع، فكمان ظروف نفسية بهدلت يعني. فعن طريق الصدفه والله انا قاعد قدام التلفزيون، فشجعني اسلوب حضرتك ويعني واخلاق حضرتك الكريمه يعني، اللي انا اجي لحضرتك زائر في العياده يعني. تمام. والحمد لله جيت لحضرتك وحضرتك عملنا تحاليل. ساعتها كانت الوظائف بتاعت الكبد عاليه ولا كويسه؟ لا كانت الوظائف كويسه مظبوطه يعني. فحضرتك ما كلمتك عن الانترفيرون وكنت مذعور يعني، فحضرتك ايه خففت من روعي وقلت لي ان شاء الله بسيطه، ان شاء الله ما فيش مشاكل يعني باذن الله. وقلنا الانترفيرون لا. قلت انا اصلا ما بشجعش الانترفيرون عشان بسلبياته بتبقى شد من ايجابياته. ففعلا حضرتك طلبت مني البي سي ار وقلت لي عشان بس اتاكد من وجوده اشوف نسبته قد ايه، وعملت فعلا البي سي ار. طلع حاجه و40,000؟ طلع طلع فعلا حاجه كبيره فعلا. 38,000 او 40,000 فعلا. حاجه 40,000 كان. فانا صراحه يعني تفكيري ازداد شتات يعني، فان زدت تعب نفسي يعني. فحضرتك يعني بابتسامة حضرتك الجميله يعني، اسلوب حضرتك الكريم، شلت عني ده كله يعني. وفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل حضرتك يعني، ثانيا مشيت على علاج معين لمده سنه وعملت التحليل والحمد لله رب العالمين يعني. طيب ايه احساسك بقى لما عملت التحليل وانت ماشي معانا وفجاه لا نيجاتيف؟ انا نفسي فوجئت على فكره ونسيتك، ما اكذبش عليك يعني، لانه غاب فتره وخلاص فجاه دخل عليا على فكره انا النهارده جاي عشان اقول لك ان انا خفيت من فيروس سي. فانا قلت يمكن رقم قليل، ففوجئت فعلا ان التحليل نيجاتيف. يعني يمكن اتمنى الكاميرا تجيب التحليل دلوقتي وتوضح كل جزء من اول كلمه البرج، معمل البرج فرع دمنهور، لحد يعني يجيبه من فوق لتحت كده، ادي معمل البرج، يا ريت يقرب.
اسم المريض الاستاذ محمود مبروك الشحات مبروك، الدكتور الطبيب المعالج دكتور حسين الشورى، الالف مبروك اهو، وادي كلمه نيجاتيف، نيجاتيف الفيروس. اتمنى طيب الحقيقه انا مبسوط جدا، وزي ما قلت انا فرحان جدا النهارده، وانه الاختبار حتى اتعمل في معمل يعني محايد، انا ما اعرف يعني ما اعرفش حتى والله ما كنت اعرف عمله في فرع ايه، وسالته دلوقتي هو انت عملته في فرع ايه؟ قال لي البحيره. شكرا على تعبك، جزاك ومبروك على شفاء. جزاك الله خير يا دكتور والله، وانت فعلا مبروك يعني محمود الشحات مبروك. جزاك الله خير يا دكتور، الف مبروك. الله خير دكتور. الحمد لله رب العالمين على ما انعم بي علي. امين يا رب، ربنا يديم نعمه صحه عليك. اللهم امين يا رب. الله بيت الصحة، بيت الصحة، بيت الصحة، بيت الصحة، بيت الصحة، فيه المشورة مع دكتور حسين الشورى، يشرح ويشخص ويعالج سليما من الأذى. إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى، وعرضك موفور ودينك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. هذه كلمات الإمام الشافعي. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل ونواصل. الحقيقة احنا ان شاء الله بكرة اليوم كله مع اهلنا في سوهاج في ميدان العارف امام قسم شرطة اول سوهاج. كل اليوم ان شاء الله هنبقى في الخميس طول اليوم في ميدان العارف في برج حواش قدام القسم على طول في سوهاج. يوم الجمعة ان شاء الله احنا في شارع التكوين المهني من شارع التلفزيون في الاقصر. اليوم كله مع اهلنا وحبايبنا في الاقصر. اما يوم السبت فاحنا في حي الزهور في عيادة كومومبو ان شاء الله اليوم كله، عمارة الدكتور مصطفى جعفر. اما الحد فده بناخده اجازة، اما الاثنين والثلاث والاربع فبنبقى في عيادة فيصل. اعزائي المشاهدين، يا ريت تكونوا محضرين الورقة والقلم عشان بسرعة نقول قبل ما نقسم الباقي من الحلقة خمس دقائق لفيروس سي وخمس دقائق للسكر. هنقول الاول بعض الناس بتيجي تحلق دقنها بعد الحلاقة بيطلع لها حاجات كده غريبة، بيطلع لها حبوب، بيبقى في الام بعد الحلاقة، مشاكل كتير جدا، والحقيقه في معجون كتير قوي غالي جدا في الصيدليات، لكن الحقيقه انا جايب لكم من الصيدليه الشعبيه حاجه مجربه وجامده جدا، سواء على فكره للسيدات والرجال، ساعات السيدات بيستخدموا حاجات معينه لازاله الشعر، بعد ازاله الشعر برضو المناطق دي بتلتهب، فاحنا بنقول بنجيب البابونج. البابونج يا جماعه وبنعمله زي كمادات، البابونج بيتعمل زي الشاي وبتتعمل كمادات شاي من البابونج. البابونج فيه ماده اسمها الازولين، الازولين دي الماده الفعاله في البابونج وهي المسؤوله عن اللي هقوله دلوقتي. هي بتعمل مرطبه بعد الحلاقه على طول وتمنع اي التهابات تاليه لبعد الحلاقه، علشان كده بنصح الرجال والرجاله او الرجال والسيدات انهم يستخدموا كمادات شاي البابونج كانه شاي بالظبط بتعمله حضرتك، وبتحمله كمادات وتحطه على مكان الحلاقه. طيب معانا مدام الاستاذ ممدوح، مدام هاله. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ عامله ايه الاستاذ ممدوح؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله. اتفضلي اسالي لو في اي سؤال يا فندم. انا كنت عايزه اسال حضرتك على السكر. يعني عندي مش يعني مش ثابت، يا طالع يا نازل. تمام. فكنت عايزه اقول لحضرتك يعني هل في وصفه للجنب اللي انا باخد امريل الصبح وباخد 20 وحده على على الغداء. قبل الغداء انسولين، هل في وصفه اعشاب او حاجه جنب امريل قبل الفطار؟ امريل قبل الفطار. ايوه. كام امريل، واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا ام ولا ايه؟ ثلاثه امريل. امريل ثلاثه. ثلاثه امريل و20 وحده قبل الغداء انسولين، و20 وحده قبل الغداء انسولين. تمام. احنا مليانين ولا رفيعين يا مدام هاله؟ نعم. احنا مليانين ولا رفيعين؟ لا يعني الوزن 85. 85 والطول؟ الطول 155. 155. انت عارفه من الحكايه دي نحسب الست مليانه ولا لا ازاي ولا مش عارفه؟ عارفه. طيب بص يا ستي، لا هو انا مدام حضرتك عارفه نقول للناس الثانيه، انت طول حضرتك 155 صح؟ ايوه. والوزن 85. ايوه. بص احنا بنجيب الطول في الراجل او الست، بنجيب الطول في الراجل او الست،
في الراجل بنخصم متر، وفي الست بنخصم متر وخمسة سنتي، يبقى حضرتك 155 نشيل من حضرتك 105، المفروض حضرتك تكوني 50 كيلو على الطول بتاعك. ده لو احنا هنعمل نانسي عجرم، يعني انا بتكلم على المثالي. انا بتكلم على المثال المثالي بالمسطره والقلم، بالمسطره والقلم، انا بتكلم على المثالي. طبعا مفيش حد مثالي، بس انا بقول الراجل بنشوف الطول بتاعه كام يا مدام هاله ونخصم منه متر. يبقى الراجل لو 155 المفروض نشيل منه 100 سم اللي هو متر، يبقى 55 كيلو. طيب الست اللي طولها 155 نخصم منها متر وخمسة سنتي، يعني نخصم منها 105 ناقص 155 يطلع 50. علشان كده احنا تقريبا عندنا في حدود 25 كيلو ولا حاجة، لو نزلناهم نبقى احنا ايه طبيعي خالص. ده بخصوص السمنة، لكن بخصوص السكر هكلمك حالا. بشكر حضرتك جدا جدا جدا. طب ممكن اتفضل بس يا واحده بس، كان الاستاذ ممدوح عايز يكلمك. اتفضل. طبعا استاذ ممدوح وقال الاستاذ ممدوح كلهم والعيله كلها اتفضلوا في عينينا. ربنا يخليك، اتفضل. هو معاك اهو. اتفضل يا استاذ ممدوح بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا ممدوح بيه؟ اهلا وسهلا. بس حضرتك انت كتبت لي رابح ظريف، وده كنت باخده اساسا لغايه ما عملت الدعامه الدكتور بتاع الكبد قال لي ما تاخدوش. اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ايه يا فندم؟ كتبت لي ثاني. اسمه ايه؟ لا والله ورين انت بتقولي دلوقتي. اسمه ايه يا فندم؟ لا ورين. ريبافرين. هقول لك انا دلوقتي. حاضر حاضر، هجاوبك حالا. حاضر. طيب في بعض الحالات بتبقى الجرعات العاليه من الريبافرين لمرضى القلب وحشه قوي، فاحنا نبدا ساعات بجرعات صغيره تقلل من نشاط الفيروس لكن لا تضر القلب. بالنسبه لمدام ممدوح، احنا بنحكي دلوقتي الحقيقه، هنحكي الحقيقه بسرعه كده وتعالوا نقول. انا قلت هناخد خمس دقائق للسكر وخمس دقائق للفيروسات، لكن يبدو ان وقت الحلقه يعني خلاص حتى مش مدينا العشر دقائق دي، فهنحاول بقدر الامكان نجاوب على الاثنين ليكن. طب معايا تليفون. الو 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 ام احمد. الو الو. طيب قطع الخط الحقيقه. انا بس في عندي حاله انسانيه اسمها مدام فتحيه. مدام فتحيه دي حاله انسانيه الحقيقه. تليفونها 0100-126-0. هي جوزها الحقيقه عنده شلل رباعي وبتطلب مساعده اي اساتذه من العلاج الطبيعي، وانا بكلم لها حد دلوقتي او اي حد من الحالات الانسانيه، يعني الناس اللي قلبها كبير تحاول تساعد جوزها لانه مفصول من شركه ومفيش اي جهه تراعيه صحيا ولا طبيا. فانا بقى يعني اناشد كل اصحاب القلوب الرحيمه انهم يساعدونا في حاله زوج مدام فتحيه. 0100-126-484-0. كمان الحقيقه احد المرضى قال لي حاجه برضو ضايقتني قوي، ان مراته بتغسل هدومه لوحده وتعمل له اكله لوحده وما بيقربوش منه في البيت خالص، علما بانه هو مريض بفيروس سي، والراجل ده كبير في السن من المنيا وسنه فوق 60 سنه ولا حاجه. انا مش عارف هذه السيده يعني ازاي هتقابل ربنا، علما بان احنا قلنا انه مرض فيروس سي ما بيهديش بالاكل والشرب، ما بيهديش بالجنس، ما بيهديش بغسل الهدوم، ما بيهديش. لماذا هذا الموقف العدائي من زوجك؟ لماذا هذا الموقف العدائي من زوجك؟ الراجل يعني هيعيط بجد، يعني فعلا حاجه يعني تخلي القلب مكلوب. يعني المفروض الست تقف جنب جوزها. طيب معايا مدام صابرين بسرعه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام مدام صابرين. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. بتتكلمي منين؟ من اسوان السد العالي. مدام صابرين. مدام صابرين ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. الله يخليك يا دكتور. اسوان كلهم. اتفضلي يا مدام صابرين. الله يسلمك. بالنسبه لمزرعه الكلى اللي حضرتك قلت لي اعملها، مزرعه البول. فانا عملتها ورحت المزرعه حددت لي اللي هو مضاد حيوي سيرفو فلوكس. سيرفو فلوكس. 750. هناخده 10 اضراس. الدكتور ديفيد. الدكتور ديفيد قال لي يعني خدي هو ده انسب مضاد حيوي لحضرتك كده. تمام خلاص، حضرتك هتاخديه وبعد ما يخلص نعمل تحليل بول تاني واشوف حضرتك. يعني اعمل ما كررهوش تاني. لا مره واحده بس كفايه ان شاء الله. مره واحده بس كفايه. ان شاء الله. ألف سلامة على حضرتك. الحقيقة أنا مش عارف بقى هل أتكلم عن الراجل اللي مراته بتغسل هدومه لوحدها، علما بأن احنا قلنا فيروس بي 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 بس اللي بينقل بالجنس، عشان كده بنطعم الراجل لو الست اللي عندها، أو بنطعم الست لو الراجل عنده، ما أعرفش. طيب معايا أم أحمد، اتصال تاني، يبدو إن الاتصالات كتيرة النهاردة. ألو.
السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا ام احمد، اتفضلي. جوزي لو سمحت، هو كان عنده القناه المراريه، انسداد في القناه المراريه. اه. وعملنا تسليك 3 مرات وصفر. حطوا دعامه؟ حطوا دعامه ولا ما حطوش؟ حطوا دعامه بس حطو دعامة. المهم حطوا دعامه. جاله انتهاء في المراره يوم الاربعاء اللي فات، وعملت له رعشه وسخونيه وزفزفه ونهجان سريع. ودلوقتي بقى عنده زغطه على طول. الزغطه دي سببها ايه يا دكتور لو سمحت؟ طيب معاك ورقه وقلم؟ اه يا رب يخليك. طيب اكتبي كده نيورازين، نيورازين نون ي واو ر الف نيورا زين ي نون. هياخد النيورازين دي حبايه الصبح حبايه بالليل ان شاء الله، من اول 4-5 حبات مش هيبقى فيه زغطه. نيورازين، نيورازين، نيورازين اقراص. طيب في حاجه ثانيه برضو، كل اللي بيجي لهم زغطه يحاولوا يكتموا النفس لما الزغطه تيجي، يعني هي وجايه يوقف النفس يخليها تعدي، يمكن بعدهم ما بيتمرنش عليها بسهوله. الحاجه الثانيه اي حاجه مسكره، كوبايه ميه فيها سكر، معلقه سكر، اي حاجه فيها سكر بتقلل الزغطه، بس طبعا اللي بيقضي على الزغطه هو النيورازين. الوقت خلص كالعادة، يداهمنا الوقت وكالعادة يصرخ الزملاء في أذني في السماعة الداخلية أن اختم يا شورى، ولا أملك إلا أن أختم، لأنه طبعا وإلا هيقطع علي. لكن اللي أقدر أقوله لكم أنه فعلا الحالة بتاعت الأخت اللي اتصلت على السكر، نبعد عن النشويات. احنا عارفين أنه العيش، الرز، المكرونة، الشعرية والبطاطس، دول كلهم نشويات، دول لو قللنا منهم الدنيا هتبقى كويسه. اتكلمنا قبل كده وقلنا ان احنا في دواء جديد للسكر خطير جدا، بنديه مره واحده بس في اليوم، بيظبط اي سكر سواء العيان كان واخد انسولين او لا. المعلومه المهمه اللي عايز اقولها وابقى ختمت الموضوع ده، انه الناس في نوعين عندنا من السكر، انت عارفين، نوع اسمه المعتمد على الانسولين اللي هو الاطفال، الواد مين الاول يجي له سكر يبقى على طول واخد انسولين ومفيش كلام تاني. ناس تانية يجي لها السكر على كبر، ناس يقول لك كده جاله على كبر. اللي جاله على كبر ده يا جماعه احتمال يورث اولاده السكر بنسبه 40%، واحتمال يورث احفاده بنسبه 30%. اما النوع الاولاني اللي هو الانسولين يورث بنسبه 40 و30. النوع السكر الثاني اللي جاله على كبر 15%. يبقى ثاني اللي جاله السكر على كبر احتمال يورث اولاده بنسبه كام؟ 15%. طب امال اللي عنده اطفال يعني انسولين من هو وطفل، ده احتمال اولاده يصابوا بالسكر بنسبه 40% واحفاده 30%. يبقى ان السكر بيجي له على كبر احتمال ان اولاده يجي لهم سكر احتمال ضعيف، يوصل لكام؟ 15%. طب تعالوا نبص على الجدول عشان نعرف محافظاتنا ايه الاسبوع ده. احنا يوم الخميس ان شاء الله في سوهاج في ميدان العارف امام قسم اول شرطه سوهاج برج حواش. يوم الجمعه احنا ان شاء الله في شارع التكوين المهني من شارع التلفزيون. يوم السبت احنا في حي الزهور عماره الدكتور مصطفى جعفر بكوم امبو. يوم الاحد احنا اجازه. يوم الاثنين والثلاث والاربع احنا في عيادتنا في فيصل. الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله، الحلقه الجايه هنتكلم عن الجديد في علاج فيروس سي، هنتكلم ازاي الهند جابت الدواء الامريكي وصنعته وبعته للعالم كله، ازاي عندها المكنه اللي تدخل فيها اي برشامه تطلع تركيبها، وعشان كده الدواء اللي وزاره الصحه في مصر هتبيعه ده دواء هندي، دواء هندي. واحنا ان شاء الله باذن الله بنعمل محاولات ان احنا ندخله لكم مصر هنا، وانا يعني بكلم الشركه الهنديه ان شاء الله غالبا هيبقى العقار ده معانا هنا في مصر كمان، فتبقى نسبه النجاح بدل من 70% في الادويه اللي بنديها هتوصل ل 98% ان شاء الله. وزي ما وعدتكم بعد 3 سنين من دلوقتي هيبقى فيروس سي ماضي، زي الطاعون، زي اي حاجه تانية. اعزائي المشاهدين خلص وقت الحلقه، لكن ما خلصش حب ليكم ولا انتظار ليكم المره بعد المره. امنوا معي، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا ارحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقه، فالبسمه هي الطريق الى القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الاعمال الى الله سرور تدخله الى قلب اخيك المسلم، وختامنا ابتسامه. Oh,
الفرح يشفى.